قناة أخبار النجوم. إذا عجبكم الفيديو ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وشاركونا بالتعليقات وياريت تشاركوا الفيديو مع أصدقائكم، وشكرا لدعمكم حتى وصلنا لمليون مشترك. قالت هنا ابنة إبراهيم يسري: 4 سنين في نفس الوقت ده بالظبط، من 4 سنين صحيت على خبر غير لي حياتي كلها، ومن ساعتها والحياة عمرها ما رجعت زي الأول ولا عمرها هترجع. أنا بقالي أسبوع مراهنة نفسي إني مش هحط صور ولا هكتب حاجة ولا حتى أفكر في الموضوع، بس خسرت الرهان كالعادة. وحشتني أوي يا هيمة، أوي أوي. الحياة من غيرك صعبة صعبة أوي. وأضافت: عمري ما عرفت ولا فهمت معنى الوحشة دي غير لما سبتني، عمري ما فهمت معنى الابتسامة اللي فيها وجع غير بعدك. وحشاني ضحكتك الحلوة بزيادة، وحشني حضنك، وحشتني حنيتك عليا، وحشني سؤالك عليا ودلعك ليا، وحشني حسك في البيت، وحشني اني اروح وادخل وملاقكش. وتابعت: انا كل ما بفرح او يحصل حاجة جديدة في حياتي بجري عليك احكي لك كل لحظة انت في بالي، ولسه بشارك معاك كل حاجة، ويمكن اكتر كمان. اللي مصبرني حب الناس الزيادة، ما شاء الله ليك يا بابي. انا في ناس بتحبني من غير ما يعرفوني لمجرد اني انا بنتك، ولا كمية الكلام الحلو اللي بيتقال عليك وكمية حب الناس ليك مش عادي، من جوه ومن بره الوسط الفني. يا رب تبقى عارف وحاسس. كل يوم بعرف عنك حكايات تخليني فخورة أكتر وأكتر إني بنتك. أنتي مش أي بنت، أنتي مش أي بنت أي حد تاني. أنا راسي مرفوعة بسببك لفوق أوي يا بابي. أشوفك على خير يا حبيب قلبي. ده هنا إبراهيم يسري مع مراته وبنته هنا، وهنا مع بنته وهي صغيرة كان بيحبها أوي وهي كانت بتموت فيه، الله يرحمه. هنا مع أخوها ووالدها، هنا مع والدها إبراهيم الله يرحمه. وقد تناقل مؤخرا عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور لابنة الفنان الراحل إبراهيم يسري الشابة، وظهرت هنا في الصور. وقد ورثت بعض ملامح والدها، إلا أنها تتمتع بجمال من نوع خاص لفت أنظار الجمهور والذين تغزلوا بجمالها. هنا صور نشرتها على انستجرام ونالت الإعجاب. رشيقة وجميلة. كل ده من على حسابها على انستجرام. كتبت برضو: أفتقدك أفتقدك بشدة، أفتقدك للحد الذي يوقظني شوقي إليك ليلا، أفتقدك للحد الذي يجعلني أستشعر وجودك في الأنحاء، للحد الذي يسهرني كل ليلة لأعيد ذكرياتي وأحاديثي معك، للحد الذي يجعلني أتمنى أنك تشاركني كل أمر مفرح يحصل لي. إني أفتقدك للحد الذي يجعلني أعيش على ذكراك. أيضا حطت صورته وكتبت بروفايل إبراهيم يسري: وداعا فهمي فراويلة. كتبت أيضا: كان من المواهب الفنية المتمكنة جدا من أدواتها، لم يحدث أن قام بدور لم يقنعنا به، كما أحببناه جدا في دور عمرو المصري في حديث الصباح والمساء، كرهناه وهو الدكتور الوصولي الانتهازي في أوبرا عايدة، وكان هذا وضعه الدائم في جميع أعماله، موهبة فذة وحضور خفيف على القلب تحل اليوم ذكرى ميلاد الراحل الجميل إبراهيم يسري رحمه الله. وقبل هنا كان قد برز اسم شقيقها محمد، والذي مشي على خطي والده واتجه إلى التمثيل، حيث شارك في عدد من الأعمال الفنية أهمها الداعية. ده محمد إبراهيم يسري شقيق هنا، مثل في الداعية. وقد شارك الفنان الشاب محمد يسري ابن الفنان الراحل إبراهيم يسري جمهوره في صورة له مع والده وأسرته عبر حسابه على موقع انستغرام.
محمد علق على الصورة وكتب: عائلتي السبب الأول لنجاحي ووالدي قدوتي بالحياة. وظهر في الصورة شقيقته هنا ووالدته أيضا. دي الصورة اللي نشرها هو اللي على اليمين، بعد كده إبراهيم يسري ومراته وبنته، وهنا صورة جميلة برضو وهو صغير. هنا سوزان نجم الدين نشرت الصورة بتاعتها مع إبراهيم يسري، وهنا نقلت الصورة ديت، واللي قالته برضو سوزان: صدمني الخبر ووقفت عاجز أمام هالمصير المفجع والمفاجئ لهالضحكة الحلوة ولهالقلب الطيب. كتير حزين على فراقك، وما عم صدق من كام يوم بس كنا سوا مع أحلى الأيام والذكريات اللي عشناها بمسلسل ماريونيت، وكنا ناطرين نحضره سوا برمضان. إبراهيم يسري، كنت الرفيق والصديق والأخ والأب الحنون والمعلم الصادق. الله يرحم ترابك ويصبرنا ويصبر أهلك على فراقك، راح تضل بقلوبنا وبذاكرتنا كل العمر. هاشتاج إبراهيم يسري، هاشتاج مصر. أحمد إبراهيم كتب برضو: والدي العزيز، نغمة مفاتيحك الرقيقة لحظة دخولك المنزل كانت موسيقاي الأولى وأول لحن للطمأنينة. كلام جميل جدا. جمهور الفنان الراحل إبراهيم يسري ترحم عليه ودعا له بالرحمة في عدد من التعليقات، وتذكر الجمهور أعماله في تعليقاته. إبراهيم يسري رحل في 20 أبريل عام 2015 بعد أن دخل المستشفى ومكث في العناية المركزة لأيام، ورحل في عمر 65 سنة. اتولد في 20 أبريل برضه ورحل في 20 أبريل. إبراهيم يسري التحق بكلية التجارة ودرس بها لمدة عامين، ثم حصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية 1975، وانضم لمسرح الطليعة، ثم اتجه للتلفزيون. ورغم موهبته المتميزة فإن أعماله السينمائية أقل من موهبته، وانضم يسري إلى مسرح الطلائع، حيث كانت بدايته الفنية قبل أن ينتقل للعمل بالتلفزيون في بداية الثمانينات، حيث شارك بالعديد من المسلسلات في تلك الفترة، منها أهلا بالسكان والمحروسة 1985 والشاهد والدموع. ثم عمل بعدها بالسينما، حيث كانت أول أفلامه البريء والمشنقة عام 86، وشارك بنفس العام بفيلم عودة موت، لتتوالى بعدها أعماله ما بين السينما والتلفزيون. وشارك يسري في عشرات الأعمال، والتي من أبرزها ليالي الحلمية وامرأة هزت عرش مصر ومرجان أحمد مرجان. دي السيرة الذاتية بتاعته. مولود 20 أبريل 1950 ورحل في 20 أبريل برضو، وهنا مع ابنه. ولو أعجبكم الفيديو ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وشاركونا بالتعليقات. وشكرا لكل المحبين والمتابعين والمشاهدين، شكرا لكم.